يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المحبة للكافر؟ لا تجوز المحبة للكافر، المحبة للكافر لا تجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالذي يبغضه الله أنت تبغضه، والله عدو للكافرين فأنت عدو للكافرين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجوز محبة الكافر. نعم، لأن الله يبغضه فأنت تبغض من يبغض الله لأنه عدو لله، فأنت تعادي عدو الله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. وهل من يحب كافرا لأجل حسن عمله أو لأن المرأة الكافرة زوجة له، هل هذا منهي عنه؟ ما تحبه من أجل حسن عمله، لكن تكافئه على حسن عمله أو إحسانه إليك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، تعامله بالإحسان وتكافيه على إحسانه. أما أنك تحبه، لا تحب إلا أهل الإيمان. لا تحب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا تحب إلا أهل الإيمان. نعم. وأما محبة الزوج لزوجته النصرانية أو اليهودية، هذه ليست محبة عبادة، إنما هي محبة طبيعية لما بين الزوجين من العشرة، ولما محبة طبيعية لا تدخل في أمر الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ، كما تحب الطعام والشراب وتحب من أحسن إليك من الناس، هذه محبة طبيعية. نعم.